السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في موقع اسمه بوم كولاب، وفي نفس الوقت برنامج تقدر تفتح فيه ملفات الـ IFC وترجعه بشكل قوي. تقدر تشوف المشاكل الموجودة في المشروع، ممكن تقول له أنا عايز أعمل مشروع جديد هنسميه مثلا باندا، تاريخ البداية وتاريخ النهاية، الديسكريبشن بتاعي وهكذا. ممكن تحط له صورة وبعد كده تقول له كرييت، فبيديك معلومات عن المشروع. تقدر تقول له أعضاء المشروع فتضيف ناس تانية، ممكن تقول له مايلستون، المراحل الأساسية في المشروع، الأريا هنا، الليبل، الأركتكتشر، الإلكتريكال، الميكانيكال وهكذا. عندي هنا التايب، وهنا البروبرتيز، الجروبس، المجموعات، الكاستم. ممكن تعمل ايديت للبروجكت لو حابب. ممكن تدخل بقى على الداش برو، ده هو المشروع، فتلاقي كل المعلومات اللي انت محتاجها عن المشروع. لو في issues، مشاكل تبدأ تظهر معاك هنا، ممكن تقول له نيو ايشيو، فيبدأ يقول لك اكتب اسم المشكلة. التايب بتاعها هل هي ايشيو ولا كليش ولا الاريا. ممكن لغاية دلوقتي مثلا ممكن نقول له موديل، مين اللي المفروض يحل المشكلة ديت، انا الوحيد اللي موجود. البريورتي، الأولوية، المايلستون، ديسكريبشن، الكومنت، براوز، ترفع صورة من الجهاز عندك للمشكلة ديت. نرفع صورة ايه؟ خلينا نرفع الصورة ديت، تمام. وبعد كده تقول سيف، فتبقى عندك كل المشاكل الموجودة في المشروع، المشكلة والصورة بتاعتها. بيقول لي لسه ما فيش مودلز. المفروض ان هو الموقع دوت بيديك بعض التولز اللي بتسطبها جوه الريفت وجوه الاركاد وجوه نفس وركس، كل الحاجات ديت، بحيث ان انت تقدر وانت شغال على المشروع تقول له انا عايز اعمل ابديت على الموقع. فلو دخلت على بيم كولاب هنلاقي هنا الادوات الخاصه بان انت تتسطب بي اس اف مانجر او كونكتور او للريفت او للاركيكات، تكلا، سم البيم، بي اكسل، ودي دي اس كاد، وتوكاد، وسيف 3 دي، وتريكاد وهكذا. وفي واحدة برضو ستاند الون، بحيث ان انت وانت شغال تقدر ترفع الشغل بتاعك على الموقع. طيب دلوقتي هرجع للموديل واقول له ان انا عايز اعمل انتجريشن، فبيديني اختيارين، الاختيار الاول بنت 62 والاختيار الاخر ترامبل. فاخترت ترامبل وقلت له المشروع في اسيا، وبعد كده اخترت باندا، وبعد كده اخترت المشروع هوت. ممكن نختار مثلا المشروع دوت او دوت. واقول له اوكي. فيبدأ يعرض لي المشروع، فبيظهر معايا بالشكل دوت. فببدأ أشوف المشروع اهوت، بدأ يفتح لي الملفات كلها اهيت. احنا اتكلمنا قبل كده على ان احنا نشوف الملفات من خلال الانترنت. تقدر تشوف لو في اي اتاشمنت تشوفه او متشوفوش. ممكن تقول له انا عايز اعمل مثلا اشوف المشروع من التوب فيو مثلا، او من الباك او ليفت فرونت زي ما انت عايز. ودي اي ايشو، ممكن تيجي مثلا تقول له انا عندي ايشو تانية، فتبدأ تكتب بنفس تكتب نفس الطريقة المرة اللي فاتت. وبرضو بيختار هو صورة بقى من قلب الموديل، يعني هنا لو انت عامل زوم على جزء معين وقلت له انا عايز نيو ايشو، خلاص بياخد الصورة اللي انت عامل عليها زوم ويبدأ يعتبرها هي دي الصورة للمشكلة، بحيث تتناقش اثناء دراسة المشروع.